بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز كنوز أعلى كنوز شهر الكنوز كنوز شهر الكنوز كنوز 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 شهر الكنوز كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز كنوز عمل عمل خير العمل عمل عمل خير العمل أيام أيام كلهن فضل صلاة صيام وحسن العقل صلاة صيام وحسن العقل كل سنة يعود الشهر رمضان كنوز كنوز هي كنوز كنوز دينا يظفر بالخلوص شهر الكنوز كنوز هي شهر الكنوز كنوز 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 الموفق سجاد الزبيدي سماح سماح بمغفرة أجير فضيل بالآخرة رمضان إبليس قيد ترى رمضان إبليس قيد ترى تنتظر يا سيدي بجيتك تجود كنوز أخلاق ذكاء يرقى الفكر أخلاق ذكاء يرقى الفكر يبقى ثابت دين ربنا والزلا كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز
وصي ولي يمتى يعود صمود صمود نبقى بصمود وصي ولي يمتى يعود تجي وتزيل كل الغيور تجي وتزيل كل الغيور بالصعاب وياك تلك رجالة كتاب نزيل على الرسول توجيه أحكام بين الشمول توجيه أحكام بين الشمول يريد بنا يبن العقول يريد بنا يبن العقول يريد يرقي بالعقل وأفكاره كنوز كنوز شهر الكنوز اي كنوز كنوز اي كنوز كنوز شهر الكنوز كنوز كنوز شهر شعاع نبع العليم نزل القرآن فين اغتنيم خطاب عقول نبقى احنا بهالعلم نتبارك.